أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم بكتاب لله ثم للتاريخ أو كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار لحسين الموسوي، وهل تنصحوننا بقراءته والاطلاع عليه؟ فيه ما هو أحسن منه، لكن لأنه رجل منهم وكشف شيء من أخطائهم تقرأه من أجل هذا، أنه واحد منهم وذكر شيئا من أخطائهم، من هذه الناحية لا بأس أن تقرأه، لكن فيما يغني عنه من كتب أهل السنة، خصوصا منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام بن تيمية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.